احنا الحقيقه في الشغلانه ديت بقى لنا 4 5 ايام، لان عندنا برضو عملاء خارج مصر عندهم نوع من انواع الاكسبوجر للبنك دوت. الحقيقه بنتواصل مع الناس ومع المحامين ومع الكونفرنس كولز وخلافه بقى لنا فتره علشان نقدر نفهم الوضع. ولكن الوضع هو حاليا كالاتي: حجم الودائع اللي كانت في البنك قبل ما الناس تسحب كل ودائعها ما فيش رقم محدد، ولكن الارقام التي رصدت هي ما بين 125 ل 150 مليار دولار. الارقام اللي سمعناها او اللي اتقالت لنا من يوم الخميس والجمعه ان معدل الفقد على الودائع، يعني كل واحد حاطط 100,000 دولار مثلا هيفقد منهم 10% 30%، يعني ياخدهم من 70,000 دولار ل 90,000 دولار. اخر رقم سمعناه النهارده بشكل غير رسمي واكده المستثمر العالمي بيل اكمان صاحب اكبر هيدج فاند في العالم ان معدل الفقد على الودائع هيكون اكثر من 50%. اكثر من 50% معدل الفقد على الودائع، يعني الناس اللي كانت حاطه فلوس حاطه مثلا 10,000 دولار، ده رقم قليل طبعا، هياخدوا 5,000 دولار فقط. مظبوط مظبوط. المؤمن من النظام المصرفي الامريكي لا يتعدى 250,000 دولار لكل. هو 250,000 دولار فقط، فلو انت حاطه مثلا على سبيل المثال 10 مليون، يعني مثلا في شركه زي شركه روكو مثلا، دي من شركات زي نتفليكس كده اهوت، هناك عندهم حوالي 350 مليون دولار محطوطين هناك، هياخدوا 250,000 دولار والباقي هياخدوا نص. ده في حاله الليكويديشن. فطبعا بس خليني برضو عايز اقول حاجه، كل دي ظاهره امريكيه بحته، بمعنى ان الاكسبوجر الحقيقي 70% امريكاني. احنا بنتكلم على الشركات الناشئه، طبعا الشركات الناشئه ربنا يكون في عونهم لان هم عندهم مرتبات وغيره وغيره، كمان 20 يوم لو الدنيا دي ما اتحلتش مش عارف هيجيبوا تمام مرتباتهم منين.